حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستمع إلى آرائكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بيد العراق. تجي قلت نطيح رواتب، نطي في حدود 4.5 مليون رواتب موظفين، 1.5 مليون مال متقاعدين، تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعية، 100,000 امرأة أرملة، بطاقة تموينية، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هاي الفقر هم كذبة. احنا هسه قاعدين نشتغل، احنا بالعرفانة نطلع العيشة، يعني علاقة نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانة يومين نطلع 7,000 دينار، نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون. واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار، ونودي زلم الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادوران عيشة. هذا الفقر هم كذبة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. يتوجه أهالي البصرة المتظاهرون من أهالي البصرة إلى التصعيد والاستنفار الأمني. طبعا صعد متظاهرو جنوب العراق أخيرا من لهجتهم ضد الحكومة والمسؤولين بعد 24 يوم من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سوء الخدمات وتردي المستوى المعيشي وغياب فرص العمل. وتحدث في هذا المجال الناشط في احتجاجات البصرة حسين شمان اليوم الثلاثاء، تحدث إلى صحيفة العربي الجديد بأن تجاهل الحكومتين المحلية في البصرة والاتحادية في بغداد لمطالب المتظاهرين وتسويفها في تنفيذ المطالب ودفع الحقوق للناس يدفع باتجاه مزيد من الأزمات، وشدد على أن المحتجين لن يعودوا قبل تحقيق جميع المطالب. أضاف: لن نكتفي بالتظاهر أو تنظيم الاعتصامات المحدودة، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا ملموسا في حركة الاحتجاج، يتمثل بتنظيم اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات الحكومية وحقول النفط والشركات العاملة في مجال الطاقة. أوضح بأن الحكومة لديها فرصة أخيرة للتعاطي مع مطالب المحتجين، وبخلاف ذلك سيتغير كل شيء، حتى شعارات المتظاهرين التي ستتحول من المطالبة بالخدمات إلى تغيير الحكومة. وبين بأن الدعم الذي تلقته التظاهرات من المرجع علي السيستاني زاد من زخم الاحتجاجات وحدتها كما قال. طبعا يوم الجمعة الماضية تحدث السيستاني عن دعمه للتظاهرات بعد 3 أسابيع من التظاهرات ومطالبة المتظاهرين يعني تدخل المرجعية في النجف، وطالب في الجمعة خطبة الجمعة طالب الحكومة بالإسراع بعملية الاستجابة لمطالب المتظاهرين، ولوح بتصعيد مستوى الاحتجاجات الشعبية في حال لم تتم الاستجابة السريعة. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، تصعيد التظاهرات ودخولها إلى اليوم 24 من التظاهرات. معنا اتصال الغريري من بغداد، تفضل الغريري. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك واحيي قناه الرافدين. حياك الله. كل العاملين الشرفاء في هذا القناه منبر الاحرار. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك استاذ محمد. الحقيقه عمر استاذ عمر عفوا استاذ عمر عفوا. الحقيقه بس لفت نظري مساله، انه شانين هجوم على مواقع التواصل من قبل يعني اطراف حكوميه على قاسم الفهداوي وعلى سلمان الجميلي بحجة أنهم فاسدين وعندهم خلاصات وعندهم كذا. يعني أقول أنا مو دفاع عن هؤلاء الفاسدين، هؤلاء مع الجوقة الفاسدة، لكن أقول يعني ما وجدتم كبشي فداء إلا هذين الذين هم محسوباني على السنة. أتكلم هذه الطريقة يعني يعني النواب الشيعة والسياسيين موجودين الآن، ما يسمى بالسياسيين الشيعة، يعني كلهم شرفاء. بالعكس هم أقدر ما موجودين في هذا البلد، وما دمر البلد إلا السياسيين الشيعة ومن ورائهم المرجعية بفتواها الضالة الفاسدة. يعني احنا ما ننسى
المعمم الشيعي اللي طلع بالتلفزيون وقال انتخب السياسي الشيعي ولو كان فاسد، هذا على الاقل يخليك تلطم. زين انا اقول لهذا هذه المرجعيه وغيرهم اللي يتكلمون بالدين، يعني الم تقرا قول الله تبارك وتعالى ان الله لا يحب المفسدين انه لا يحب المفسدين؟ زين انت شلون تسوغ نفسك ان تعطي فتوى للناس ينتخبون الفاسد لانه والله شنو مجرد يخليك تأدي طقوسك الدينيه؟ اقول هذه النتيجه الان. لكن شوف حقدهم وحقارتهم انه مع هذا الفساد اللي لا تخطئه عين، يعني هذا الفساد اللي ازكمه الانوف داخل العراق وخارجه، كل الناس تعرف فساد السياسيين العراقيين، ماكو فاسد الا قاسم فداوي وسلمان الجميلي، يا سبحان الله. يعني هذا العامري والمالك اللي ملكيته وصلت الان ل 70 مليار دولار، والاعرجي وغيره من هؤلاء القطعان الامريكان والشواذ اللي يعني اتت بهم امريكا لحكومة العراق. نعم الغريري، حكومة العبادي انتهت مدتها، هل الإقالة الوزير راح ترجع الكهرباء مثلا، لو تجيب المي، لو توفر وظائف؟ ابو خطاب هذا 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 ذره مات في العيون. نعم. هذا محاوله ايهام الجنوب الشيعي البسيط انه ترى سبب في فسادكم هم السنه بالتعبير العامي استاذ مقاريد والله، مخليهم كم ماشيه نار، لا حول لهم ولا قوه في هذه الحكومه، مجرد ناس في يعني بالله عليك انه قاسم الفداوي يملك ان يغير وضع الكهرباء بالعراق؟ انت تصور هالشيء؟ هذا مسار المستحيلات. هذا القرار اولا امريكي انه الكهرباء لا تعود للعراق، هذا قرار امريكي وايراني، لا بيد قاسم الفداوي ولا بيد سلمان الجميلي ولا بيد. انا اقول لك ممكن نائب شيعي اخر، يعني خذ على سبيل المثال استاذ عمر وزير التربيه محمد اقبال الان ينفذ اجنده ايرانيه بحذافيرها. محمد اقبال دمر التعليم، لكن هل نقول هو محمد اقبال هو اللي دمر التعليم؟ لا، هو ذهب الى ايران قبل ان يستلم منصبه، انطول الخطوط العريضه لسياسه التربيه في العراق والان ينفذها. ليش؟ لانه طبعا انسان غير ذكي، انسان فاشل وانسان مادي وللاسف يتكلم باسم الدين. لكن اقول هل هؤلاء النواب السنه يمتلكون من امرهم شيء؟ لا والله، القرار كله بيد الشيعة وكله بيد إيران. وكل السنة الموجودين بالحكومة المحسوبين بالسنة، مو سنة، المحسوبين بالسنة، هؤلاء محترمي لحضرتك والسامعين، هؤلاء مجرد طراطير لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يهشون ولا يمشون كما يقال. أما بالنسبة للجنوب أقول لهم إخواني أنتوا جاي تقبضون الآن ثمن طاعتكم لهؤلاء المعممين الفسدة اللي قال لك انتخب الشيعي ولو كان فاسد. أنتوا لو قارين كلام الله وشايفين الله شلون سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله ولا يحب الفساد، كان ما تكلمتوا بهالمنطق، والان جاي تدفعون ثمن غالي لحد الان قتلى وجرحى واوعدكم واقول لكم انه جميع وعود هذا ما يسمى رئيس الوزراء دامبي نسيت اسمه، هذه كلها كذب، والله لن يتحقق منها شيء واحد، كلها كذب في كذب، وعود فارغه لامتصاص نقمه الشعب. هؤلاء اجندتهم تدمير العراق، هؤلاء لا يختلفون عن بشار الأسد ولا عن حفتر ولا عن علي عبد الله صالح ولا عن الحوثيين ولا عن حزب الله في لبنان، هؤلاء مسخرين لتدمير المنطقة، أتوا بهم لتدمير البلد، إرجاع العراق إلى القرون الوسطى بل ما قبل بل إلى العصر الحجري. لحد الآن العراقيين علالة وعشمة وألفانوس وإحنا في القرن 21. فيا أخي العزيز أقول للشيعة اخلعوا عباءة الدين، هذا الدين ترى اللي تدفع عليه دين مزيف، دين العمام، دين نعم كلنا مع آل البيت ونحب آل البيت، لكن هذا الدين اللي يقول لك اقتل واذبح واصلخ ومال الدولة حلال واسرق مال السني واسرق مال الدولة، هذا مو دين يا أخي، هذا تخريب. أمركم راح تشوفون عراق يناسب حالكم ويلبيكم مطالبكم ومطالب أولادكم والإجاء التي ستأتي إذا كنتم بهذا التفكير السابق السخيف. زين هذا بلدكم لازم تعمرونه، اتركوا التاريخ هذا اللي صار له 1400 سنه مضى، ما قال الحسين وقال العباس، ماذا قدموا لكم انصار الحسين؟ المالكي يقول انا انصار من انصار الحسين وهم انصار يزيد، ماذا قدم لكم انتم يا شيعه الجنوب؟ ماذا قدم لكم غير الخيبه والخسران والذل والمهانه؟ ويقول لا حول ولا قوه الا بالله، لكن والله العظيم لن يتحقق اي شيء من هذه المطالب. ما 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 اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، هؤلاء جاءوا بالقوه لا يخرجون الا بالقوه. العراق لا بد ان يكون حاله كحال سوريا، ان لا يدفع الثمن الغالي. سوريا هي اللي اتت ببشار الاسد وقبل ابيه حافظ الاسد، دفعت الان لحد الان 1.5 مليون يهيج سوري. فالعراق كذلك لا يضطر انه ذولا راح يتركون المليارات
وهذه الميزانية الهائلة وكل هذا الذهب والخيرات والفضة والنعيم كلها يتركوها لأجل عيون والله كم واحد ظاهر بالجنوب. أبدا أبدا، لا بد من الدم، لا بد من سقوط الدم حتى يسترد ما سرق. يعني مع الأسف العراق دفع الفاتورة ويدفع الفاتورة يوميا قبل كل الدول في المنطقة. الغريري من بغداد شكرا لك. تحدثت عضو مجلس محافظة البصرة بسمة السلمي في تصريح صحفي بأن التظاهرات التي تشهدها المحافظة تتجه نحو التصعيد في حال لم تقم الحكومة أو توفي الحكومة بوعودها للمتظاهرين، وأوضحت بأن إنهاء حركة الاحتجاج يتوقف على مدى استجابة الحكومة للمطالب المشروعة. بيّنت السلمي بأن المماطلة من قبل حكومة بغداد ستتسبب في تصعيد مستوى الاحتجاجات، ولفتت إلى أن دور الحكومة المحلية في البصرة يقتصر على الإشراف والرقابة على آليات التعيينات التي أطلقتها الحكومة. من جهته رأى جواد المنصوري وهو أحد شيوخ العشائر بأن محافظة البصرة والحكومة المحلية في المحافظة شركاء رئيسيون في المأساة التي تحدث هناك، واعتبر بأن المسؤولين المحليين هم الذين سرقوا أموال البناء والإعمار في البصرة. أضاف المنصوري في تصريح لصحيفة العربي الجديد كذلك بأن محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي سرق مليارات الدولارات من ميزانية البصرة قبل أن يهرب إلى إيران قبل نحو عامين، وتساءل ألم يكن النصراوي مسؤولا محليا، وتابع بأن المحافظ الذي تولى المنصب بعده أسعد العيداني لم يفتح ملفات المسؤولين الفاسدين الذين سبقوه لأسباب سياسية، واعتبر بأن هذا الأمر يعني أنه شريك بالفساد. معنا اتصال أبو زينب من النجف. تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك أستاذ. حياك الله يا أهلا بيك. ملخص القول، يجب إقامة المحافظ الحالي في النجف ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة كلهم وتقديمهم للمحاكمة بتهم الفساد المالي والإداري والأخلاقي. نعم. ما خلوا ساحة عامة ما أخذوها، ما خلوا حديقة عامة ما أخذوها، ما خلوا قطعة أرض موجودة سكنية في هاي يسموها الفضلات بين الأحياء ما أخذوها، لا أرض زراعية ولا صناعية ولا سكنية ولا سياحية ولا تجارية، كلها استحوذوا عليها. ورأس البلاء ورأس الفساد هو المحافظ السابق عدنان الزرفي، وسحر الفتلاوي رئيس الاستثمار بالمحافظة في مجلس المحافظة، والدكتورة سناء الموسوي وفلان وعلان كلهم حرامية. هذول نزيد بهم يعني هاي الشغلات الترقيعية مال الإصلاح، يجب قلع وأيضا تقديم للمحاكمة ومصادرة جميع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة. نعم. زين أبو زينب، برأي أنت كمواطن من النجف، أنت تثق بالقضاء في العراق؟ يعني من عام 2003 لغاية الآن شفت أو سمعت تحاكم مسؤول فاسد وتم مصادرة أموال المنقولة والغير منقولة؟ هم كلهم فاسدين وهم كلهم حرامية. نعم. حتى هاي الانتخابات باطلة، يجب أن تتأسس حكومة إنقاذ وطني وتلغى جميع النتائج، وياهم يطلع من عندهم وقال لك الفساد وحرب فساد وضايق لعاد 10 15 20 مليار دولار، كلهم حرامية بدون استثناء، باستثناء الحزب الشيوعي الوحيد اللي ما سرق ولا قتل ولا دمر، بس هذول. وإذا يردون البلد يصير بخير أسلم قيادة بيد الحزب الشيوعي العراقي، لأن ذولا ما يسرقون، ناس إنسانيين. علما أنا حاجيك أنا إنسان مستقل والله العلي العظيم. نعم. الوضع بالنجف ابو زين، ابو زين قبل ما تروح، الوضع بالنجف حاليا شلونه؟ والله يعني اكثر من الصهاينه مع الفلسطينيين، وكل الطرقات طبعا بالاعلام منتقى، انا كل مظاهره اشارك واحكي بكل القنوات ويقصون بالمونتاج ما يطلعوا لي ولا كلمه. اقول له ليش؟ يقول لي هذا المحافظ يسد المكاتب مالتنا ويذبنا بالسجن وصادر الكاميرا، واحنا نريد نعيش على باب الله مثل ما يقولون. نعم. وماكو اعلام حقيقي، وانا حاكيك رجل اعلام ورجل صحافه من عام 77 مو اليوم. وهذول التظاهرات جايين هسه صايرين اعلاميين صحفيين. كلهم مرتزقه. كلهم مرتزقه، اللي ما يوالم
يعني قلب الاحزاب مع العراق والايه ترى مصدرها النجف. اللي ما يحكي ضمن الخط اللي يريدوه هم يلغوه نهائيا. وشكرا. انا اشكرك ابو زينب من النجف كان معنا. طبعا مدن محافظة البصرة تشهد إجراءات أمنية مشددة، وتحدث مصدر أمني بأن القوات الحكومية هناك دخلت في حالة استنفار أمني ومنعت الإجازات تحسبا لاندلاع احتجاجات تخرج عن السيطرة، وأكد تعزيز الحراسات الأمنية المكلفة بحماية المؤسسات ومقار الأحزاب وحقول وشركات النفط. ناشطون أدانوا وكذلك حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني أدانوا قمع ميليشيا العصائب للمتظاهرين في محافظة النجف. الناشطون أكدوا استخدام ميليشيا العصائب للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بمواجهة المتظاهرين السلميين ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم. خلونا نشوف هذا المقطع. تعرضوا المتظاهرون إلى مقر عصائب أهل الحق، قام الحماية لموقع أحد مكاتب أهل الحق في التصدي للمتظاهرين والرمي الحي لإطلاقات النار، ومن ثم إصابة بعض المتظاهرين. تعرض المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم إلى أبشع طرق القمع. فقدت النجف 3 من أبنائها استشهدوا في التظاهرات، بالإضافة إلى تعرض أكثر من 18 شخص في التظاهرات إلى إطلاقات نارية أو إلى تعرض اختناقات بالغاز المسيل للدموع. كلها تصرفات نشجبها إحنا كمجتمع مدني مسالم، خرجنا نطالب بأبسط حقوقنا. والله العظيم في شايف بشروا عليه غلط، غلطوا عليه أخل، يعني ما نقدر نسولفها في شايف بشروا ويرمون جوارج لنا. هاي داي مال الطلق، شوف هاي مال حصو ويرمون جوارج لنا، هاي رجلية منا. ليش إحنا شعلنا نطالب؟ إحنا غير نطالعين نطالب حقوقنا. نعم طبعا لاحظ اثنين من المتحدثين يعني مغطين وجوههم، الناس تخاف على نفسها من الميليشيات. معنا اتصال ابو عمر من السليمانية، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك. والله استاذ مثلا قال شنو المره الشريفه قالوا له هذا سيت ما تعرف انت رايحه عنده شو تسوي؟ قالت والله صاحبتي مريضه ازورها. جيت انت يا قاسم الفهداوي ويا سلمان جميلي، انتم اللي محسوبين حاشا لله ان تكونوا من سنة الله ورسوله. ايش عندكم؟ ما عرفتوهم ذولا نجارية ونشالة وحرامية؟ ها؟ جيت انا بفتح الكرتات يا استاذ، هو اول مرة يبدون كلهم حرامية هم، بس شوي شوي يلزون يكحلون عينهم يريدون يصون هذول الاحزاب الشيعية اللي مشاركة بالعصابة هاي في الحكومة هاي اللي قامت بالسرقة. بعد شوي شوي هسه ما يضربون العظم راسا، هسه شوي شوي دي مثل ما يقول بيقصون باللحم باللحم، من يوصلون للعظم ذاك الوقت تقول وصلوا لهم لهم. انت ما لك علاقه، الزلاطه مو مشكله زلاطه، عليك انت بشيش الكباب، شيش الكباب هم بدأوا بيه شوي شويه، ماكو شوي شوي طعمه راح يصير طيب هو، بس يا ترى هل راح يحل مشاكل هذا؟ اما بالنسبه للاخ الغريري ذكر المرجعيه، ادري اعرف انت الشيعة تعرفون تاريخ المرجعية شو وقت تأسست؟ تزورون شو وقت تأسست؟ سنة 1917 أسست بريطانيا. قبل ما كان، قبل هذا التاريخ ما كان أكو مرجعية شيعية يرجعوا لها مرجع الأعلى وما أدري شنو، ما كان هذا الشيء. بس تبقى وياهم تأخذ تساعدنا هذا، تأخذ المال وتجيبه يمنا بريطانيا. أنت تعرف كل المليارات، عشرات المليارات موجودة ببريطانيا، أكثر من 100 مليار، أكثر من 120 مليار. يا ريت لو ابو عبد الله بلندن بيسمعني الان، يا ريت لو ابو عبد الله الاخ ابو عبد الله من لندن، يا ريت اكو شارع اسمه شارع الطهرين، هذا الشارع علما اريدك تسال عنه، تطوره، تدز القناه الرافدين يا ابو عبد الله، اذا تسمعني اذا توصل لك الرساله. زين هذا شارع الطهرين بلل، هاي البلل بديش ايش قصه عليها؟ ب 10 دنانير ب 20 دينار، يا ترى الانجليزي ايش عنده يسمي شارع الطهرين؟ ليش هو شنو هو شيعي الانجليزي؟ بس ارجعوا خل يسالون على المرجعيه مالته، وين هاي الفلوس؟ اللي بالنجف فارش في 4 جواسق على اساس فقير، كل شيء ما عنده، وهاي جواسق الجواري من طيار على مود من تصير الهزيمه راسا يعوف واحد يقول لك فزت على الجواسق هاي، هاي ما رجع عنده مليارات، وين
انت ايش تعرفوا؟ اسألوا على خمط المال، اسألوا على خمط المال المسروق، اسألوا على مال القبور والأضرحة، اسألوا على العقود مع الشركات مع غيرها وغيرها، هاي النقطية اسألوا وين راحت هاي الأموال بالمليارات، وين راحت؟ اسألوا حسين الشهرستاني، اسألوا محمد تقي الشهرستاني، اسألوا يا شيعة ما بيحكي حقكم هذا، عمي السنة ما يريدوا، خليها بالعافية عليكم، والله إذا قدرتوا تحصلوها أنتوا قسما بالله علي عهد من الله، إلا أدعو السنة عرب أكراد تركمان للتشيع، والله أدعيهم إذا قدرتوا تحصلوا ربع دولار، دولار واحد والله، هاي قناة الرافدين إلا شيعها، زين خلي يسمعوني كل زين، إذا قدرتوا تحصلون دولار واحد، زين أنتوا بعتوا دمكم ومالكم وأرواحكم وأعراضكم بعتوها لهذول السفلة، إيش حصلتوا من وراهم؟ هاي بالأخير ما عندك مي، ليش هو المي؟ فشيء ضروري يعني ايش حصلوا تقصد السياسيين ايش حصلوا له ابو عمر تسمعني ابو عمر انقطع الاتصال مع ابو عمر حسين من السماوه تفضل حسين الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اخي احنا لحد الان محتصنين بالسماوه وكل حل ما احنا نعم. عندنا مطالب من الحكومة احنا نريد ماي نريد كهرباء تغيير الفاسدين لحد الان ما في شيء يعني الفاسدين على وضعياتهم مناصبهم لا ماي لا كهرباء احنا ما عندنا شيء احنا عندنا مطالب وياهم ولحد الان كل تغيير ماكو ومحتصنين لحد الان بساحات الاحتفالات نعم الوضع شلون بالسماوة يعني مستمرون راح تستمرون بالاعتصام تصرف الحكومة وياكم ينطونا مطالبنا نعم ايه مستمرون لحد الان احنا في المحافظة مستمرون باعتصامات سلمية وما عدنا شيء ويا الأجهزة الأمنية لحد الان احنا محتصمين بباب مجلس المحافظة احنا عندنا مطالب نعم ينفذون مطالبنا خير الا خير ما ينفذون مطالبنا بعد ما غير الا حل شنو الحل حسين اذا ما نفذوا المطالب برايك والله شوف الحل يعني الحل يعني هو الحل هو كله الحل من رئيس الوزراء يغير لنا دول الفاسد نعم يقدر برأيك يقدر يغيرهم ها ما سمعت أقول لك يقدر يغيرهم برأيك والله هو يما يقدر يغيرهم بس أشوف إذا هو وياهم ما يقدر ما يغيرهم ربع دولة نعم حسين من السماوة أنا أشكرك معنا اتصال صالح من السعودية تفضل صالح السلام عليكم يا عمر وعليكم السلام ورحمة الله أولا سلامي لك ولجميع أخواننا في العراق الله يسلمك من جميع المناطق والله الشعب هذا انظلم لم ينظلم شعب مثله في التاريخ لو تلاحظ من عشرات السنين في حروب وشعارات وأحزاب الثانية حنا كعرب مستهدفين العربي يقتل العربي باسم داعش والقاعدة والميليشيات الإيرانية أحزاب إيران اثنين اي بلد عربي يدخل حزب ايراني مثل حزب الله حزب الحوثي احزاب بدر وما ادري مين هذول سرطان هذول دمار شامل والنتائج واضحه جميع الاحزاب المرتبطه في ايران دخلت لتدمر الدول العربيه يعني زي المرض السرطان يدخل لك حزب ويصير حزب سياسي وعنده جيش واللي يعملون معاهم قتل انا اسال داعش والقاعده وميليشيات ايران ماذا قدمتم للبلاد العربية قتل وتدمير وتهجير والآن تركيا وإيران وروسيا يجتمعون وأصحاب وأنتم فريق مع تركيا وفريق مع تقتلون بعضكم بعض وتدمر الدول العربية يا قاعدة لا تستغل لكم إيران الآن ضد أخواننا العراقيين اللي طالبون بحقوقهم هذه إيران إذا طلب أي عربي بحقه سواء مظاهرة ولا يسلطون عليه داعش هذول داعش أغبياء هذولا متخلفين هذولا تديرهم استخبارات إيران
أسأل يا عمر من استفاد منهم؟ استفادت منهم إيران، وحنا العرب مع بعض، دين واحد، لغة واحدة، بلد واحد ضد الإيرانيين. ليش الإيرانيين ما يسمحوا للدول العربية بإنشاء أحزاب في إيران؟ مستحيل. لماذا هذا الحكومة المجوسية الفارسية تنشي أحزاب مدمرة داخل الدول العربية؟ شعارهم الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هذا كذب. يعني الموت للعربي، دمار العربي. بعدين هذول فكرهم متخلف. شوف في إيران كل شعارات ويقدس الخميني وما الخميني، هذول دولة متخلفة والمرتبطين فيهم متخلفين، دمار شامل. حنا ندعو ونطلب ونتمنى أن يعيش الشعب العراقي في سلام وينظر للمستقبل. أي شعار عصبي أو حقد أو كراهية أعرف أن هذا وراء إيران. حنا شعوب نبغى نعيش مع بعض، حنا تاريخنا واحد ومستقبلنا واحد، والقرآن عربي والإسلام ظهر بلغة العرب. ليش نقاتل بعضنا بعض؟ فوالله ودي يكون في توعية للقتلة اللي هم ميليشيات إيران وميليشيات القاعدة وداعش. ما نبغاكم، أنتم دمار شامل، والله ما استفاد منكم إلا العداء يا قتلة. وشكرا. صالح من السعودية كان معنا اتصال أبو أحمد من النجف. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ الله يحفظك. الله يحفظك. أهلا بك. أنا طبعا هواي اتصلت بالبرنامج. نعم. أنا أحب أوضح الأخ حسين من السماوة اتصل بيك قبل شوية. نعم. يعني يطلب لي مي وكهرباء، مو احنا قلنا هاي المطالب بطلنا من عندها ما نريدها، يعني ليش اطلب مي وكهرباء؟ نعم. يعني اذا متابعنا وشايفنا، يعني احنا هذا من المطالب تركناهن، يعني احنا ما نريد لا مي ولا كهرباء ولا نريد تعيين، كل شيء ما نريد من عندهم. نريدهم يطلعون. ذولا ناس فاسدين، ناس قتلة، ناس سراق، ناس عميلين لإيران. نعم. يعني أنا ليش أطالب بمي وكهرباء؟ يعني إحنا هسه جاي نطالب بتغيير الدستور، نطالب بتشكيل حكومة إنقاذ. نعم. نعم أبو أحمد. يا أخي الطائفية اتركوها. يعني سني وشيع، وإذا ما إلى متى يعني؟ إلى متى؟ يعني وقف السني وما وقف الشيع، وقف يا أخي هي كلها حكومة فاسدة، من شيعية السنية الكردية لا استغفر الله، هي كلها فاسدة، ليش تحتيل بصوت طائفي؟ يعني أنا أتبع لأخوي مساع من السليمانية. نعم. يعني بس هو وضح نقطة. نعم أبو أحمد، هو وضح نقطة، قال يحسب على السنة ويحسب على الشيعة. يا أخي احنا نعم. ما نريد اسم سنة واسم شيعة. نعم. يعني نتمنى من الله يتركون هاي السالفة اللي سواها، وأساس الطائفية نور المالكي. نور الهالكي أساس الطائفية. الله يلعنه بالدنيا وبالآخرة. يعني احنا منش وقت، احنا زمن الملعون صدام، احنا نعرف كنا ونعرف شيعة يا اخي، والله ما نعرف هذا الشيء. نعم. يعني خلقونا طائفية، ليش احنا عراقيين، احنا اخوة. والله انا ما عرفت السنة والشيعي لحد ما اجل مالكي، من سقط صدام عرفت السنة والشيعي. نعم. اساسها ايران يا اخي، الله يشهد اساسها ايران، ودمار الدول العربية كلها، مو بس العراق، الدول العربية كلها دمارها إيران. الله يلعن إيران، من على أبو إيران. يعني تطلع تحكي على الخميني، على الخامنائي، تقول حاكي عن أبو محمد، استغفر الله. تحكي على روحاني، تقول حاكي على فلان. يا أخي شنو أسماء مقدسة يقول لي، وخطوط حمور، شو اسمه، وين لقيت هاي السالفة؟ ناس قتلة. شلون وضع النجف هسه ابو احمد؟ والله وضع النجف ان شاء الله، احنا عندنا اعتصام يوم الاحد ان شاء الله القادم، الجمعه مظاهرات نطلع، والاحد ان شاء الله نبدا الاعتصام امام مجلس محافظه والمحافظه ان شاء الله. ربي يحفظكم ويوفقكم. انا اشكرك ابو احمد من النجف كان معنا. اعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. ابو ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. حيا الحضره اخوي العزيز، تحيه قناه الرافدين وكل الكادر. الله يسلمك استاذ عمر. يعني هو لازم يكون تصعيد، لان الحكومه لحد الان ما مهتمه باي مطلب من المطالب اللي يرفعها المتظاهرين. وبعدين يعني اريد بس اوجه كلمه للاخوان المتظاهرين ولكل الشعب بكل طوائفه، يعني انتم ليش متمسكين بالمرجعيه؟ الا تقول لكم المرجعيه والا تدافع عنكم المرجعيه، هو ايش وقت المرجعيه رادت مصلحه الشعب؟ يعني وين كان هو السيستاني من بدايه التظاهرات؟ وليش بقى ساكت الى ان دخلت هاي التظاهرات اسبوعها الثالث؟ واكيد هو وصلته هتافات هاي المتظاهرين وهم ينددون بسكوته. وبالتاكيد يعني استاذ عمر من نطاق بعد ان دخلت هاي المظاهرات اسبوعها الثالث، هو هذا ضحك على 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 هاي الجماهير والمرجعيه والكل يعرف هي بصف الحكومه. ومن تشوف باحد مواقفهم هم يدافعون عن الشعب، هذا يقاب له موقف مغاير ويا الحكومه، لان هم مستفادين من هاي الحكومه. وبعد بعدين يعني شنو نتوقع من انسان افتى بعدم مقاومه الاحتلال والسلم المقسوم؟ والمشكله يفتي يعني يفتي ويقرر مصير بلد باكمله وهو مو عراقي. ولنفرض انه كان عراقي وعنده حب الوطن، يعني خليه يروح يتعلم الوطنيه من طفله عمرها ما تجاوز ال 16 سنه وهي عهد التميمي، يتعلم منها شلون الوطني يدافع عن بلده. وهاي الطفله اللي هزت العالم بمواقفها ودفاعها عن وطنها، خليه يتعلمون منها. منو موجود هسه من السياسيين والبرلمانيين ومعممي السلطه شريف بهم ويريد مصلحه الشعب؟ ويبقى الدور على الشعب، يعني هو لازم يصعد المطالب واسقاط الحكومه والغاء الدستور ومحاسبه كل من تسبب بدمار العراق وكل من تسبب باحتلال العراق وتقديمهم للقضاء عادل. ومثل ما قلت سابقا يعني قضاء عادل، مو قضاء يشرف عليه مدحت المحمود او قضاة مثل محمود الحسن اللي يعتبر من افسد القضاة بالعراق. لان الحكومه اللي تواجه مطالب الشعب هاي المشروعه والبسيطه بالرصاص المفروض القضاء عليها نهائيا. المواطن ما يريد من عندكم شيء، ولا يريد من اموالكم اللي سرقتوها، ولا يريد من الفساد مالكم، ولا من اموال ابائكم اللي كومتوها من اموال هذا الشعب. كل اللي يطلبه هو الاهتمام بالخدمات من كهرباء ومي صالح للشرب وتوفير تعيينات للخريجين. هذول الخريجين اللي افنوا عمرهم وتعبوا وسهروا في سبيل ان يحصلون على شهاده يخدمون من خلالها بلدهم وشعبهم. يعني خلي واحد من هذول السياسيين او المعممين خلي بس يروح لاي بيت من بيوت البصره ويشوف خزان المي اللي على سطح بيته شنو اللي بيه من طين. الله اكبر عليكم، والله العظيم دمرتوا كل البلد. استاذ عمر يعني هو الحل الوحيد، لا تغيير الحكومه ولا تغيير الفاسدين ولا هاي كلها خل نتلافاها. هو اقتحام المنطقه الخضراء والقبض على كل ما موجود بها من الفاسدين والفاسقين وسحلهم بالشوارع. هذول المفروض ينتهون من العراق، ولازم يطلعون من العراق بعد ان يتحاسبون وتصادر كل اموالهم اللي صرفوها من الشعب. هذا الحل الوحيد، والا يغير لي فاسد بفاسد ثاني، هذا ما راح يغير من الواقع مالنا شيء. راح تبقى الشغله نفس الشغله وما راح يتغير كل شيء، راح ينطونا كهرباء لمده ساعتين ثلاثه او يعينونهم كم واحد مثل ما قالوا اطلقنا 10,000. نعم. ابو ناصر تسمعني؟ انقطع الاتصال مع ابو ناصر. نقرا رسالة واتساب يقول: مسؤولي قناة الرافدين هناك تشويش عليكم من قبل قنوات أخرى بحيث أن القناة نشاهدها الصورة فقط والصوت هو لإذاعة الفرات كما يقول FM، فوجب تبليغكم وهذا التداخل والتشويش منذ عدة أيام. طبعا هذه المشكلة تم إبلاغ بها إدارة قمر النايل سات وتم يعني حل المشكلة، بس بقت شغلة أنه إذا عندك هاي المشكلة تتكرر احذف القناة من الرسيفر وارجع إعادة بحث على التردد 12380 أفقي. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، أخوكم أبو مشعل الشمري من الموصل، وناشد جميع المحافظات العراقية بثورة كبرى، لأن والله العظيم إذا مصر ثورة كبرى ما يصفى العراق. تحياتي إلى أخواننا المتظاهرين في الجنوب وشكرا لقناة الرافدين البطلة. كذلك رسالة أخرى يقول: أخي بالنسبة للتشويش على قناتكم، من أول ما نفتح القناة نلاقي تشويش بالصوت، بس نغير على غير قناة ونرجعها نلاقي عادي الصوت والصورة. يقول أخي العزيز: هذه حكومة تدمير العراق،
ليسوا بعراقيين، لأن الفساد كل الفساد في كل دوائر العراق. احنا من الجيش السابق لغاية الآن يلاحقوننا، وتقاعد خدمتي 35 سنة وعمري 63 سنة، يريدون مني 50 ورقة حتى يصرفون للتقاعد. حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة كما يقول. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الأحزاب دمرت العراق، ما تفيد المظاهرات وياهم إلا بالقوة وإزالة الحكومة الطائفية. أخوكم أبو عيسى. معنا اتصال محمد من السعودية، تفضل محمد. محمد أبو محمد. أبو محمد تفضل. يا عمر. نعم. أنا عندي توجيه للمتظاهرين. ألو. نعم أسمعك تفضل. أصلا كل المجرمين يا عمر، هالمجرمين هذولا كلهم في المنطقة الخضر. نعم أبو محمد، أكو مشكلة بالصوت. معنا أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي إلى قناة الرابطين. حياك الله يا أهلا بك أخي. لو تسمح لي أوجه رسالة إلى المتظاهرين، أقول لهم خلوا كل مجموعة من المتظاهرين يقودهم واحد وطني ومهني لكي يسيطرون على هذه المسيرة الإيجابية. وإحنا الحقيقة كنا منتظرين هذه المسيرة من 15 سنة. أخواني خلوا هذه المظاهرات تتحول إلى ثورة مسلحة ضد العدو الإيراني وأعوان إيران اللي هم الحكومة والأحزاب الكافرة. هؤلاء ناوين على العراق بالتفليس وقطع المياه وقطع النخيل والأرزاق وقطع سبيل المعروف وقطع رقاب العراقيين، وهذا شاهدناه والتمسناه من 2003 لحد الآن من كل الطوائف ناوين عليهم. ناس جازتنا ولا بسيط، حليفهم ليس عراقي وإنما حليفهم مجوسي وإسرائيلي وأمريكي، وهذا شاهدنا أيضا والتمسناه من 15 سنة. ألو. نعم أسمعك أبو ياسر. نعم. نعم شفتوا اتعملوا بالعراق والعراقيين، ضربوا السنة بالشيعة وراح يضربون الشيعة بالشيعة. فيا أخواني احملوا السلاح على هؤلاء اللي سووها ثورة مسلحة، هؤلاء ما يطلعون من العراق. نعم نعم أبو ياسر بدون استثناء. أشكرك أبو ياسين من بغداد كان معنا. طبعا مجلة الإيكونومست البريطانية تحدثت بأن العراقيين في الجنوب سئموا من الأوضاع المتردية في محافظاتهم، وبدأوا ما سمتها الصحيفة أو المجلة بالربيع الشيعي. أضافت الإيكونومست بأن النظام في العراق الطائفي الذي أقامته أمريكا في العراق بعد غزو عام 2003 يبدو على المحك، فقد ظل الشيعة الجنوبيون يعملون لمدة 15 سنة وأعطوا الفصائل الحاكمة أصواتهم وثرواتهم النفطية، لكن الفساد وسوء الإدارة جعلت من مناطقهم الأفقر في العراق. قالت المجلة بأنه خلف الحواجز في المنطقة الخضراء في بغداد يستمر العمل كالمعتاد في القصور المكيفة، حيث يتجادل قادة الفصائل الشيعية حول نتائج انتخابات أيار في أجواء من المساومة الحزبية على الوزارات الأكثر ربحا. القيادي في تحالف الفتح كريم النوري تحدث بأن الأحزاب السياسية لن تتجه للمعارضة لأنها لا تريد خسارة الغنيمة. أضاف بأن منهج بناء الدولة غائب عن عقول الأحزاب السياسية المتنفذة في البلد، حتى أصبح المواطن لا يشعر بالأمان ولا بالمواطنة. خلونا نسمع إلى كلمة أو مقتطف لكريم النوري. الآن ما أعتقد أكو حزب يلجأ إلى المعارضة، يقول لك أنا جاي تريد نخسر الغنيمة، تريد تورطني أنت، هاي أي عقلية؟ الآن العالم حزب يروح للحكومة، حزب يروح للمعارضة. الآن أعتقد إذا يروح للمعارضة يعني يروح ينتحر، وهي واحدة من الإشكالات. أنت إذا تبني بلد الآن، أنا غياب منهج الدولة في عقولنا، مبدأ المواطنة تم تغييبه تماما، هيبة الدولة شبه انهارت، ولذلك المواطن الآن ما يشعر الآن بالأمن.
نعم، استمعنا إلى كلمة أو مقطف لكريم النوري القيادي أو المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي. رسالة من أحد الأشخاص يقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين وإلى الكادر. أنا منتسب في القوات المسلحة من ميسان، والآن في الموصل أتابع قناة الرافدين من خلال البث المباشر على الهاتف النقال، لا يوجد فيه أي مشكلة. نعم، مشكلة موجودة في مناطق وفي مناطق. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحية لك أستاذ عمر ولكادر قناة الرافدين. يجب القضاء على حكومة الفسق كما يقول والفجور، حكومة العمالة التي سرقت ونهبت كل خيرات البلد وأوصلت العراق وشعب العراق إلى أسوأ الحالات. رسالة يقول أو تقول حفيدة عائشة: إحنا مع المتظاهرين لخروج العملاء من المنطقة الخضراء، وتحية لإخواننا أهل الجنوب وربي يحفظهم، أخوكم بنت كركوك. معنا اتصال أبو حكمة من الموصل، تفضل أبو حكمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ، بالنسبة للمتحدث القبلي قال إذا مو ثورة مسلحة الله بدالة، فلا هذول ينشرعون. ما ينشرعون أبد، إلا ثورة تصير عليهم مسلحة هاي المظاهرات كلها ما تفيد. الله وكيل، هذول ما يفيد وياهم، لأن هسه خطية بالجنوب كلهم عايز يقتلوهم. الله يقبل محمد، يطالبون بحقوقهم ما إيش رادوا. يا أبو بكتو العراق كله دخلوا لهم ربح، خلي العالم تشتغل، العالم تشبع ماي. والله هاي ما صايرة، يعني كل الكون ما صايرة، يعني هسه لو تروح تجيب وقت بأفريقيا ما في شيء. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي من صلاح الدين، تفضل أبو علي. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ عمر، توصل الرسالة لأخواننا أهل الجنوب بصورة عامة والفرات الأوسط. نعم. ليه تصورون إحنا جايين نتفرج عليهم؟ مال المظاهرات إحنا مو في أوروبا، مال المظاهرات نتيجة ويا دولة، لأن دولة جو بالسلاح وجو قوة الدبابة الأمريكية، فمستعون إذا مو بقوة. هذا خلي يشيلونها، ورسالتي بالله عليك لا تسد الموبايل، لا تسد الخط بيني وبينهم، خلي يسمعون رسالتي للأخير. والله أختم بالله الكريم وما أتراجع عن هذا كلامي، وهي ثبته علي. والله أهل الجنوب إذا قررت سلاح سلاحنا ليطق قبل سلاحكم، والله ما يجون إلا في القوة. هاي نصيحة، اعتبروني خادم لكم. والله أحكيكم يا من صلاح الدين، من صلاح الدين اللي فجرها عليهم، أقسم بالله الكريم إن قمتوا، بس نخاف عندكم يومين ثلاث أيام ويقولون يا أخي إذا مو من السلاح ترى ما يجون. شيلوها، لا تخلونها مع المظاهرة وصفقة وهلاهي. هذول كيفون يعتبرونها ديمقراطية؟ هذول إذا مو بالسلاح ونطلعهم بالقوة، إحنا جايين ننتظر ساعة الصبر بيننا وبينكم. قبل شهر قلت لكم ترى ننتظر ساعة الصبر، ساعة الصبر شو وقت ما تدرون سلاحنا يطلق قبل سلاحكم؟ لا تتوقعون سنة جاي تفرج، لا، وإنما نخاف تأثر عليكم المراحل الدينية وبعدين تبنوا بينا ويعتبرون إرهابية. لا، سلاحنا يطلق قبل سلاحكم، بس حركوها شوية. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي من صلاح الدين. طبعا وكالة الصحافة الفرنسية تحدثت بأن ما نسبته 30% من جميع الماشية في جنوب العراق فقدت بسبب الجفاف. طبعا اشتكى مزارعون من النجف، من جفاف قاسي يهدد حياة الكثير من المواشي، مضطرهم إلى بيع بعضها. 30% من مواشي جنوب العراق فقدت بسبب الجفاف بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك قائم مقام قضاء الفاو في محافظة البصرة وليد الشريفي قال بأن هناك موجة نزوح بواقع 3 عائلات يوميا تغادر القضاء منذ نحو شهر بسبب شحة وملوحة المياه. كل يومية 3 عوائل من الفاو بحسب قائم مقام الفاو يطلعون من القضاء بسبب عدم وجود المياه وملوحة المياه. كذلك البارحة البنك المركزي العراقي كشف عن انفاق الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 ولغاية العام 2017 أكثر من 700 مليار دولار من العام 2005 إلى العام 2017.
و17 تم صرفها من موازنات العراق، ولكن النتيجة لا شيء في الخدمات ولا شيء في الاستثمار وبناء البلد وتوفير الخدمات. البنك تحدث بأن مطابقة للإيرادات الأجنبية للعراق التي أعدها للأعوام ما بين 2005 و2017 لم تنعكس إيجابا على مستوى الأمن والخدمات وفرص العمل بسبب الفساد المالي والإداري وارتفاع مؤشر خط الفقر والبطالة. وأشار إلى أنه منذ العام 2003 وحتى الآن شهدت الموازنات العامة في العراق أرقاما عالية دون معرفة أبواب إنفاقها. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها حول استمرار التظاهرات وربما تصل إلى التصعيد في يومها 24. شكرا لكم، نلقاكم يوم غد إن شاء الله في حلقة جديدة، في أمان الله.